جوهرة اف ام. الدنيا وما فيها. صابر عزيزة عضو بالمكتب الوطني للنقابة الموحدة لأعوان الديوان التونسية ومكلف بالعلام بالمكتب الجهوي للديوانة بقفصة. اليوم باش نحكي على المجهودات اللي قامت بها فرقتنا اللي هي فرقة حراسة الترشيحات الديوانية بقفصة. عشيت أمس قامت بحجز ما يقارب 24,000 يورو و1,600 من العملة التونسية كانت مخفية بإحكام في سيارة تم الكشف عنها، وهذا بفطنة وذكاء عون الديوانة. وفي نفس الدورية قامت بإحباط عملية تهريب أخرى لكمية كبيرة من الدخان. المجهودات هذه ما هيش جديدة رأي على عون الديوانة، خاصة إنجازات الديوانة رأي تعد ولا تحصى. أما بربي نحب نوصل ميساج للحكومة ووزارة المالية باش يتلاهوا بعون الديوانة شوية ويعطوه حقوقه ويراهنوا على عون الديوانة، خاطر كل يوم نسمعوا اقتصاد البلاد طايح، أما ناسين اللي عون الديوانة بشوية لهوة ينجم يطلع الاقتصاد ويحد من تدهور. وراني كي نحكيو هكا رانا مانيش عاملين مزية على 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 بلادنا، رانا بناش نخدمو وباش نزيد نخدمو وانجازاتنا راهي سبقتنا. رانا في الاسبوع الفارط حجزنا كمية كبيرة من أجهزة التلفاز البلازما والريسبيرات، واحبطنا عملية تصدير من مادة الفلفل الاحمر اللي هي زيان كمية كبيرة، واحبطنا عملية توريد كمية كبيرة من الأنبولة الضوء ما يقارب 22,000 أنبول ضوء، يعني 22,000 أنبول ضوء مش شوية. ورانا المجهودات هذه رانا مش قاعدين نخدم، ورانا مش نعاون حكومتنا والفلوس اللي ندخل فيها لميزانية الدولة راني مانيش عاملين مزية، وهذا هو المطلوب منا، وربي إن شاء الله يعيننا ويعين حكومتنا ويعين عون الديوانة أيضا ويعطوه حقوقه ويتلاهوا به شوية. جوهرة FM.